وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. خلاص شهر الفضيل على الأبواب، علشان كده وزارة الأوقاف أعلنت عن عودة الدروس الدينية والتثقيفية في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. صباح الخير عليك يا دكتور، وعايز أعرف من حضرتك إيه هي مواعيد الدروس دي في المساجد؟ هل بعد صلاة التراويح، وهل كل المساجد أصلا هيكون فيها صلاة التراويح؟ بالطبع على حضرتك استاذ هدير استاذ احمد وعلى كل الساده المشاهدين، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين ومصر يا رب كلها بخير وسلام. وحضرتك طيب وبخير يا دكتور. ان شاء الله في اطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، وزاره الاوقاف في اتجاهين تم الاستعداد ليهم. الاستعداد الاول الامر الدعوي، ومن خلال اعداد المساجد وتأهيتها ونظافتها وتعقيمها ان شاء الله باذن الله لاداء صلاه التراويح. وان شاء الله باذن الله في هذا العام ان شاء الله باذن الله ستبدا عوده الدروس بالمساجد. البدايه هتكون في المساجد الجامعه الرئيسيه الكبرى فقط، يعني ليس في كل المساجد هيكون الدروس، لكن هتكون في المساجد الكبرى الجامعه. هيبقى في مساجد فيها درس العصر، وفي مساجد فيها خاطره التراويح، وفي مساجد هيكون فيها درس عصر وخاطره التراويح، واللي هيقوم بعدها هذه الدروس الأئمة المتميزين على مستوى الجمهورية. نعم. وإن شاء الله صلاة التراويح هتكون في نصف ساعة برضو، وإحنا برضو ما زلنا على العهد بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية من لبس الكمامة والمصلى والتباعد حفاظا على النفس البشرية. نعم إن شاء الله، يعني ربنا يحفظ الجميع. دكتور هشام، حضرتك قلت إن مدة صلاة التراويح هتكون نصف ساعة، لكن مدة الدروس دي بقى هتكون قد إيه؟ احنا بنقول الدرس بتاع العصر ان شاء الله باذن الله هيكون في حدود 10 دقائق، والخاطره بتاع التراويح من 5 ل 7 دقائق. هي موعظه يعني قصيره لكن موجزه، هيكون فيها ان شاء الله باذن الله التنبيه على في هذه الايام العظيمه المباركه على ان الانسان دائما وابدا يكون في تعلق بينه وبين ربنا، يكون الانسان بينه وبين ربنا علاقه في هذه الايام، الايمان، تقويه الايمان، تقويه الروح الانسان، المحافظه على الاوطان، التكاتف، المواساة، الإحسان، عدم الاحتكار. بتبقى في إن شاء الله بإذن الله موعظة جميلة إن شاء الله بإذن الله، وهتكون موحدة توعوي دعوي. لكن في منح آخر وزارة الأوقاف بتستعد ليه، وهو الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف. إحنا بنجهز 500,000 شنطة. نعم. لغذائية بواقع 2000 طن، 1000 طن سكر و1000 طن رز، بالإضافة إلى 500 طن لحوم. نعم، يعني ده دلالة على يعني الخير في أمتي إلى يوم الدين. يعني حضرتك عارف ان احنا دلوقتي اطلقنا برنامج ومشروع صكوك الاطعام. نعم. وزارة الأوقاف بفضل الله سبحانه وتعالى نجحت في صكوك الاضاحي، فهذا العام تم اطلاق مشروع صكوك الاطعام، وهو عباره عن صك 300 جنيه. احنا نعم. في خلال اسبوعين بفضل الله وبدعم الشعب المصري العظيم احنا لمينا اكثر من 3,000,000 جنيه لهذا المشروع العظيم. طيب دكتور هشام، عايز اسال حضرتك، هل المصلى هتكون مفتوحه امام السيدات، وهل هنشوف واعظات من السيدات خلال شهر رمضان المبارك؟ تمام حضرتك، برضو علشان خاطر لا ننسى دور الواعظات، والمراه دائما وابدا ما تحب ان يكون لها دور في هذا الامر في شهر رمضان. احنا ان شاء الله باذن الله هيكون برضو في درس للواعظات، ولكن هيكون في صلاه العصر فقط. والدرس ده هيكون للواعظات المعتمدات، اما ان هي معينه واما ان هي متطوعه. والاوقاف لا تمانع ابدا في فتح مصلى السيدات، لكن بالشروط والضوابط التي وضعتها الوزاره. يعني هيتفتح يا دكتور؟ اتفضلي حضرتك. هيتفتح خلال شهر رمضان، علشان بس الناس بتبقى عايزه تطمن. لا، احنا من خلال برنامج حضرتك الجميل ده احنا بنطمنهم ان ان شاء الله باذن الله مصلى السيدات هيكون مفتوح، لكن بالشروط والضوابط. الشروط والضوابط احنا حاجه بسيطه بس بنقول ان يبقى في واحده مشرفه على المكان عشان خاطر النظافه والتعقيم والتباعد، احنا الحفاظ على النفس والاجراءات الاحترازيه من اي شيء. نعم. فتبقى في واحده مشرفه على هذا المكان، وهي بتكتب ان هي تكون مشرفه، سواء كانت واعظه متطوعه او معتمده، او سواء كان اي امراه من سيدات المجتمع موظفه او اي سيده هي هتتولى الاشراف والمحافظه على المكان. احنا ما عندناش اي مانع من فتح مصلى السيدات للصلاه في شهر رمضان المبارك. دي اهم حاجه يعني يا دكتور، حضرتك عارف ان احنا في شهر مارس شهر المراه، فمش عاوزين ان احنا برضو نيجي على حقوقهم في ان المساجد تكون مفتوحه امامهم. يعني
لا لا ما فيش حد أقدر يجي على حقوقهم، لأن حقوق ربنا هو اللي اداها لهم، واللي هيجي على حقوق المرأة ده هيبقى عليه وزن كبير. لكن احنا بنقول لهم من خلال حضرتك أن إن شاء الله بإذن الله مصلى موجود، وإن شاء الله بإذن الله هيبقى في درس ليهم إن شاء الله بإذن الله من خلال واعظات الأوقاف. طيب دكتور هشام، يعني كلنا عارفين إن مسجد الحسين من المساجد اللي الناس دايما بتحب تزوره تحديدا في رمضان، وهو حاليا دلوقتي في عملية ترميم، فهل هيكون مقفول في رمضان أيضا؟ وبالنسبة للمساجد الكبرى تحديدا، هل هيكون لها طقوس مختلفة عن الطقوس المتبعة في باقي المساجد في مستوى الجمهورية؟ بقول لحضرتك احنا كل المساجد الكبرى كلها يعني هيكون في هذه التعليمات كلها في كل المساجد دون تفرقة. نعم. وعايز اقول لحضرتك برضو من خلال برنامج حضرتك الجميل ده، احنا دايما وابدا بنقول الاختصاص واهل الذكر واهل الشأن في هذا، مش اي حد يتكلم في اي حاجه. دلوقتي صحيح. مسجد مولانا الامام حسين رضي الله عنه وارضاه كان في اعمال هندسيه كبيره جدا كانت منذ فتره وما زالت الى الان، واهل الاختصاص واهل هذا الشأن واهل هذا الفن قالوا لابد من غلق المسجد حتى تنتهي اعمال الترميمات. مش هينفع يبقى في تربيب وفي صلاه حفاظا على النفس البشريه والا يكون هناك اذى او ضرر يلحق باحد. فتم الموافقه على غلق المسجد غلقا تاما لحين انتهاء الصيانه والترميم. نعم. طيب دكتور، عايز اسال حضرتك، هل وزاره الاوقاف عندها خطه دعويه ما في رمضان؟ وازاي هيتم تنفيذ هذه الخطه؟ وازاي هيكون في رقابه على مساله الدروس اللي بتتم داخل المساجد والموضوعات اللي بيتم طرحها ومناقشتها داخل المساجد؟ تمام، سؤال جميل جدا من حضرتك. احنا تم انشاء غرفة عمليات على مستوى الجمهورية برئاسة رئيس القطاع وعضوية كل من المديريات على مستوى الجمهورية. الغرفة دي من شأنها أولا ترشيح المساجد التي تقام فيها درس العصر أو إما الخاطرة أو إما درس العصر والخاطرة. الغرفة دي بتتابع مع الإدارات والمديريات والتفتيش كل ما يخص الخطة الدعوية. هو مش اي حد هيتكلم في اي حاجه، احنا في خطه دعويه. الموضوعات اللي هنتحدث فيها في خلال هذا الشهر العظيم، الموضوعات التي تتم فيها الخاطره بالليل، كل هذا بجدول معمول وفي نظام متبع، يعني هذا الجدول وهذه الموضوعات المختاره من وزاره الاوقاف من الوزاره سيتم ارسالها الى المديريات، وسيتم الالتزام بهذه الموضوعات في خلال درس العصر وفي خلال الخاطره. هيبقى في تفتيش من الوزاره، هيبقى في تفتيش من الادارات، هيبقى في تفتيش من المديريات، كل هذه الامور لضبط عمليه الدعويه في المساجد خلال شهر رمضان المقام. نعم دكتور هشام، يعني اسال برضو حضرتك من الاسئله المهمه ان يمكن حاليا بيتساءل عليها البعض استعدادا بقى لشهر رمضان المعظم، فكرة هل كل المساجد هيقام فيها صلوات التراويح وتحديدا بقى الزوايا، لان حضرتك عارف ان في مساجد صغيرة اللي بيطلق عليها مسمى الزاوية انجاز لنا التعبير، يعني هل ايضا هتكون متاحة ومفتوحة امام المصلين لاداء صلاة التراويح، والاجراءات الاحترازية فيها بقى هتكون عاملة ازاي؟ احنا الاجراءات الاحترازية عندنا في كل المساجد سواء كانت كبيرة او صغيرة، لكل المساجد التي تقام فيها الشعائر الصلوات العادية في الأيام العادية، احنا يعني التنبيه والتأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، المصلى، الكمامة، التباعد، هذه كل التنبيهات والتعليمات دائما وأبدا سواء في إقامة الصلاة العادية أو سواء في إقامة صلاة الجمعة. احنا كل المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة ستقام بها صلاة التراويح. كل المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة ستقام بها صلاة التراويح. نعم. والدروس اليومية والخاطرة ستقام في المساجد الكبرى فقط، والتي سيتم إرسال البيان بتاعها من كل المديريات إلى الوزارة، عشان خاطر هيبقى في تفتيش ينزل، عشان خاطر لو في أي مخالفة، طبعا احنا أي مخالفة سواء كانت في عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أو سواء كانت في أي مكان تؤدى فيه دروس غير المكان المعتمد، كل ذلك سيتم معه اتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك. طيب دكتور هشام، عايز أسأل حضرتك أخيرا عن النشأ الصغير، ويمكن بنشوف فرحتهم في رمضان وفرحتهم هم رايحين المساجد، هل في خطة ما للاهتمام بالنشأ داخل المساجد؟
هو طبعا الناس والاولاد كلهم طبعا بيبقوا فرحانين، وخاصه مع اطلاق الاذان ومدفع رمضان، ربنا يديم عليهم السعاده والفرحه والهناء يا رب. لكن احنا برضو في خلال يعني ذهاب هؤلاء الاطفال الناشئه الى المسجد بيبقى فيه برضو مكان جنب في اخر المسجد مهيئ لهؤلاء برضو بالحفاظ على التباعد، وبقى فيه كمامات، وفي كمامات في المسجد بتعطى لهؤلاء دايما وابدا. الاولاد مش هيبقى معاهم كمامات، لكن في تنبيه ان الكمامات والمكان اللي بيبقى في اخر المصلى بيبقى معد لهؤلاء الاطفال حفاظا عليهم. ايضا اهم شيء من مقاصد، مش مقاصد الاسلام حضرتك، من مقاصد الاديان الحفاظ على الانسان، الحفاظ على النفس البشريه، وده احنا دايما وابدا بنعول عليه ان لابد من الحفاظ على النفس أنا البشريه. انا كنت كمان اقصد يا دكتور حلقات ذكر لهذا النشء الصغير، كنت اقصد يا دكتور حلقات ذكر لهذا النشء الصغير. لا احنا هو احنا الحلقات الذكر الان احنا يعني تدريجيا يا فندم، ما ينفعش نعمل حلقات ذكر للاولاد دلوقتي، احنا بنقول بس درس العصر وبنقول خاطره صلاه التراويح فقط، ده في المساجد الكبرى فقط، حفاظا على الاجراءات الاحترازيه في شهر رمضان. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. دكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزاره الاوقاف، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا.